السلام عليكم. مؤخرا العلماء عملوا محاكاة لانفجار نووي مرعب جوه كمبيوتر عملاق. تخيلوا ايه اللي حصل. طبعا كلنا عارفين ان الكوارث اللي من النوع ده بتسيب اثر واضح على المنطقة المحيطة بالمفاعل. عدى اكتر من 80 سنة على انفجارات هيروشيما وناجازاكي اللي راح ضحيتها حوالي 129 الف شخص، وكان ليها اثار صحية مدمرة طويلة المدى. لحد النهاردة دول اكبر كارثتين حصلوا، بس برضو ما تنسوش ان احنا عندنا حوالي 20 الف راس نووية. النهاردة ان شاء الله هنحاول نشوف مع بعض ايه اللي المفروض نعمله في حالة اندلاع حرب نووية. في البداية لازم تعرفوا ان مفيش طريقة واضحة نقدر نعرف بيها تأثير قنبلة نووية واحدة، لان ده بيعتمد على عوامل كتير قوي. اولها الطقس في اليوم ده هيكون عامل ازاي، والمنطقة الجغرافية هتكون عاملة ازاي، وهل هتنفجر على الارض ولا في الهواء. لكن في بعض المراحل نقدر نتنبئ بيها. اول حاجة بيتم اطلاق حوالي 35% من طاقة الانفجار على شكل اشعاع حراري، وطبعا بما ان الاشعاع ده بينتقل بسرعة الضوء، فاول حاجة هتضربك وميض من الضوء والحرارة اللي هتسبب العمى. هناخد مثال مع بعض. لو انفجرت قنبلة بقوة 1 ميجاتون، يعني اكبر ب80 مرة من قنبلة هيروشيما، في نفس الوقت هي اقل سلاح نووي موجود حاليا. فالناس اللي موجودة على بعد 21 كيلو متر هيجيلهم عمى مؤقت بيقعد دقايق. بس على فكرة احنا هنا بنتكلم عن الضوء بس مش الحرارة، فاللي هيحصل لهم كده الناس اللي موجودة على بعد من 21 ل 85 كيلو متر. اما بالنسبة للحرارة، فالناس اللي موجودة على بعد 11 كيلو متر هيحصل لهم حروق خفيفة من الدرجة الاولى، لكن اللي موجودين على بعد 8 كيلو متر هيحصل لهم حروق من الدرجة التالتة. طبعا التأثيرات دي كلها بتتغير بناء على المسافة والطقس. الخبراء قدروا درجة الحرارة في موقع انفجار هيروشيما ب300 الف درجة مئوية، لكن الناس اللي كانت بعيدة عن مركز الانفجار دول اتأثروا بدفع الهواء. دفع الهواء عمل تغيرات مفاجئة في ضغط الهواء وسحق الأشجار والمباني. الناس اللي كانت بعيدة عن الانفجار ب6 كيلو مثلا واجهوا سرعة ريح بتساوي 255 كيلو متر في الساعة. أما الناس الموجودة عند 3 كيلو فيما أقل فبيواجهوا سرعة ريح بتساوي 756 كيلو متر في الساعة. فالنية الناس كتير قوي ممكن يتحملوا الضغط وسرعة الرياح، لكن سقوط المباني والأشجار هيغير المعادلة. بعد كل ده هيظهر التسمم الإشعاعي والتداعيات النووية. سنة 2019 اتعملت محاكاة لحرب نووية بين أمريكا وروسيا، لو إن هي ممكن تدخل كوكبنا كله في شتاء نووي خلال أيام بسبب مستويات الدخان والسخان المنبعثة من غلفنا الجوي. كمان لازم ناخد في عين الاعتبار الجسيمات المشعة. في النهاية الدراسة بتأكد ان كوكبنا مش هيخلص من التأثيرات دي لمئات السنين. في بقى كارثة تانية محدش واخد باله منها، وهي ان من اهم ادوات الدفاع عن كوكبنا في حالة اصطدام اي صخرة فضائية بينا هو ضربها بالنووي، في حين ان اي قنبلة نووية ممكن تقضي على كويكب صغير، الا ان قصف كويكب كبير عملية مش سهلة خالص. اي نعم هيتكسر لاجزاء، لكن القطع دي هتفضل تهدد كوكبنا. لكن لو استخدمنا التقنية صح ممكن نغير اتجاهه بسهولة. الباحثين في مختبر لورنس الوطني ابتكروا أداة بتحاكي تفجير جهاز نووي فوق سطح كويكب. كمان الأداة دي بتحسن فهمنا حوالين كيفية تفاعل الإشعاع الناتج مع سطح الكويكب، زائد معرفة ديناميكيات موجة الصدمة وتأثيرها على الكويكب داخليا. اسم التقنية دي الاستئصال النووي، والمفروض ان إشعاع الانفجار هيعمل تبخير لجزء من سطح الكويكب، وده هيولد قوة دفع وتغيير في السرعة. والمحاكاة تشمل مجموعة واسعة من الظروف الأولية اللي بتحاكي أنواع الكويكبات اللي قدرنا ندرسها عن قرب. بيقول فريق الدراسة ان احنا عندنا وقت كافي بشأن التحذير، فاحتمال نقدر نطلق جهاز نووي لجسم بيهدد كوكبنا. لازم تعرفوا ان الاجهزة النووية عندها اعلى نسبة من كثافة الطاقة لكل كتلة بالمقارنة باي تكنولوجيا بشرية، وده بيخليها اداة في التخفيف من التهديدات دي ملهاش مثيل. لكن برضه هنحتاج لمحاكاة دقيقة لتقسيم طاقة الاشعة السينية للجهاز في الجسم الفلكي واستئصال المواد الناتجة. وبيقول فريق الدراسة ان عمليات المحاكاة عالية الدقة هتمكننا من تتبع الفوتونات اللي بتخترق اسطح المواد الشبيهة بالكويكبات زي الصخور والحديد والجليد، مع مراعاة العمليات المعقدة زي إعادة الإشعاع. وكمان الموضوع ده هيكون حاسم في تزويد صناع القرار بمعلومات قابلة للتنفيذ ممكن تمنع النوع ده من التأثيرات. في النهاية لازم تعرفوا إن احتمال حدوث كارثة زي دي وإحنا عايشين منخفض قوي، لكن المؤكد إن العواقب مدمرة. استنى رأيكم تحت في التعليقات. لحد نخلص حلقتنا، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.